ثروة طبيعية واقتصادية بامتياز، ولتثمينها استفاد عدد من الفلاحين بولاية تندوف من شتلات زرعت في مستثمرات فلاحية نموذجية. وعلى بعد 20 كيلومترا بوادي مهير استفاد الفلاح زعاف إدريس من 400 شجيرة أرغان. رانا ماشيين لاربع قطارات ان شاء الله من ارغان، وراكم تشوفوا العينه. هذا القطار الاول اللي تغرس راه ما عندوش بزاف، عنده عام تقريبا من اللي راه مغروس، والنجاح تقريبا راه نقولوا 98% الحمد لله. الدعم تاع الدوله مرافقان الحق والله بالكوتاكوت والشجيرات اللي راهم ينبتوهم عندهم، وزيد حنا درنا بيبينيير اللي عندنا هنا. هي تجربة تشرف عليها محافظة الغابات بتندوف بالتنسيق مع المصالح الفلاحية، وبالنظر لخصوصية زراعة ونمو شتلات الأرغان يرافق أعوان الغابات الفلاحين بتقديم التوجيهات اللازمة. حيث تمكن مكتب دراسات الخاص بالتنمية الريفية من جرد ما يقارب 5257 شجرة على مساحة تقدر ب 672.71 هكتار، وللحفاظ وتوسيع الشجرة الرمز بولاية تندوف قامت محافظة الغابات بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية لولاية تندوف بتوزيع ما يقارب 730 شتلة أرغان على 6 فلاحين. ماذا بينا الدولة توفر لنا الكوتاكوت، ماذا بينا يعاونونا بالماء، تسمى الآبار العميقة. تتواجد شجرة الأرغان بتندوف بكل من مركالة، طويرف بوعان، تارغنت، وتنتشر بالقرب من الأودية والمناطق الجبلية. وبفضل هذه التجربة الرائدة يمكن الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية ذات المردود الاقتصادي الواعد.